سؤال عن التدابير المتخذة لتحسين وضعية التشغيل للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. تفضل سيدنا. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير. سائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لتحسين وضعية التشغيل في العام القروي في الوقت الذي تعرف فيه معضلة البطالة ببلادنا ارتفاعا ملحوظا بفعل الانكماش الاقتصادي وتقلص فرص الشغل امام تزايد طلبات العمل في من طرف الشباب بما فيهم خريجو الجامعات والمعاهد ومؤسسات التكوين وخاصة ابناء العالم القروي والمناطق النائية، وما يتطلب ذلك من تدابير ناجعة من شأنها تحسين وضعية التشغيل واستيعاب الطاقات والكفاءات المتخرجة حتى تتمكن من الاندماج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، بداية أريد نشكر السادة النواب من الفريق استقلال الوحدة والتعادلية على طرحهم هذا السؤال حول التدابير المتخذة لإنعاش التشغيل في المغرب. بالطبع السيد النائب المحترم، كما تعلم أن التشغيل أولا يعتبر من بين القضايا والاهتمامات الأساسية والاستراتيجية لكل الحكومات عبر العالم. إشكالية معقدة داخل فواحد العدد ديال المتغيرات دولية وإقليمية وطنية. بلا ما نطول عليكم، كنعتبروا في الحكومة أولا كتعرفوا بأن التشغيل توضع من بين الأولويات الأساسية ديال البرنامج الحكومي. كنعملوا بعجالة، كنعملوا على زوج ديال المستويات. المستوى الأول كل ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، لأن الاستثمار مهما يكون هو الأساس، استثمار عمومي واستثمار خاص هو الأساس ديال خلق فرص الشغل. وإن كان وأقولها وأؤكد عليها أن الاستثمار مهما بلغ لا يمكن لوحده أن يعالج إشكالية البطالة. كما كتعرفوا، إلا بغينا نعالجوا الآن فقط نخلقوا فرص الشغل بالنسبة للوافد الجدد على سوق الشغل وعددهم 180,000، خصنا نحققوا نسبة النمو ديال 6%، وما بالكم بالمليون ديال العاطلين الآخرين اللي كنتظروا. إذا هذه أول. ثانيا، المحور الثاني اللي كنشتغلوا عليه، ونحن بصدد معالجة جذرية لسياسة التشغيل القائمة لحد الآن، ما فيها سياسة إدماج، سياسة مقاولة، سياسة تعيين. ثالثا، حنا كذلك منكبين في السنة إن شاء الله 2014 باش نعالجوا سوق الشغل. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، إن الحكومة مطالبة بالتوجه نحو المغرب العميق، مغرب العالم القروي والمناطق النائية، لمعالجة الوضعية المتأزمة التي يعيشها أبناء هذه المناطق من جراء انعدام فرص الشغل وتزايد ظاهرة البطالة المقنعة وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على السن الاجتماعي الذي يبقى دهينا بتوفير مقومات العيش للشباب حتى لا تتسع رقعة الغاضبين في أوساطهم ما دام الحق في التشغيل يبقى أولى حقوق الإنسان الأساسية. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ لا أحد.